الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سنتكلم اليوم عن علم التنسيق الحركي الروحي وشحن الطاقة وهذه التجربة يستطيع أي واحد منكم أن يجربها في بيته مع زوجته مع أولاده. التجربة الأولى سنقيس هذه النقطة ومقدار الطاقة، سنجرب تحريك الذراع على الأسفل الاعتماد على هذه العضلة، نجد أن عبيدة قوي من هذه النقطة، بالمقابل هنا الشحن أضعف وهنا الشحن أضعف بكثير. سنجرب الآن باستخدام السواك، قياس قوية جدا. النقاط ثلاثة. سنجرب الآن وهنا المفاجأة السيجارة، ضع السيجارة، لاحظوا الضعف، عبيدة يحاول بكل قوته